شكر جزيل لكل الطاقات الصحافه اللي تبعتنا اليوم. يعني تشرفت باش نكون رئيس هذه المؤسسه ديال الجهه. اولا اعتزازي وسروري، وكذلك اعتقد بان اليوم هي مسؤوليه جسيمه على الفريق العمل اللي غيكون معنا ان شاء الله، وحنا واعيين بهذه المسؤوليه، وان شاء الله ان شاء الله غنكونوا في الموعد ونكونوا سنحقق للطموحات اللي ديال الساكنه ان شاء الله. لابد من نشكر كل المسؤولين اللي كانوا ساهرين على هذه المؤسسه من قبل، واللي كانوا يعني اشتغلوا في هذه المده الاخيره كلها باش ارتقوا بهذه المؤسسه الجهويه، واللي اليوم هي قاطره ديال التنميه في الجهه ديالنا. كذلك لابد من نقول بان اليوم الحمد لله هناك نخب كثيره قدمتها الاحزاب السياسيه، ومن هنا من هذا المنبر اشكر كل الاحزاب السياسيه اللي تحالفت معنا واللي كانت لها يعني الشكر باش نفوز بهذا المنصب. كذلك فاليوم كنطلعوا باش نكونوا عند الموعد مع الساكنه، وكذلك لابد من نقول بان رهانتنا ان شاء الله كبيره في تنزيل النموذج التنموي اللي تعطى انطلاقه ديالو صاحب الجلاله. ففي ظل كل المشاريع اللي هي اللي اليوم في طور الانجاز، هناك يعني رؤيه خرجنا بمشروع او خرجنا ببرنامج انتخابي اللي خصنا نكرسوا على الارض الواقع. هذا برنامج انتخابي مشينا عملوا عن الوعود عند الساكنه، فنحن ملزمون كذلك بتنزيل هذا المشروع البرنامجي للجهه ديالنا. وانا يعني اقولها بكل صدق بان هناك نخب ان شاء الله في المكتب وفي هذا المجلس اللي عاد ساير واللي كتساير انتظارات الساكنه، وغنكون ان شاء الله في الموعد لاقلاع حقيقي بالنسبه للتنميه الجهويه في ظل هذه الاكراهات كلها ديال الكوفيد. اشكر كل من ساهم في انجاح هذا اليوم. هذا عرس ديمقراطي، واعقد بانه هو عرس ديمقراطي بامتياز. شكرا لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.